منتظر ديربي، منتظر الوداد كي كاسحه قويه تعرف تلعب لي كونتر اتاك وتعرف تشد الكره، ماهيش مباراه اللي باش تكون سهله للترجي خطو. اي وفما وجهه نظر اخرى، بعض المدربين ما يدربوش على ضربات الجزاء، يقول لك انا كي ندرب على ضربه الجزاء بعثت ميساج للاعبيتي ميساج نيجاتيف انه ربما نوصل لضربه جزاء، والنقطه ذيك لازم نقطعها. انا مانيش مخمم في ضربه الجزاء، مخمم في الفيكتوار على الملعب في 90 دقيقه، كل واحد وجهه النظر نتاعو. ويقول لك اكثر من هذا، يقول لك انا الملاعبيه نتاعي توا باش نعلمهم ضربات الجزاء ما يشوط فيها من هما صغار، باش نجي توا المريح نعلمه كيفاش يشوط معناها ليله الماتش باش دونك فما تفكير كل واحد وجهه النظر نتاعو. كمان ثم قراءه للمنافس، الجارديان يقاد قوته يقاد ضعفه، الراي هذا يحترم، كل ملاعب وين يشوط الفوق يشوط اللوطه النسبه المئويه حتى في الفيزيوناج هذيك ما يترين عليها هكا وين يشوط هكا جول هاو منين يتلوح وكذا دونك يحطوا ستاتيستيك في الدبوزه ويحطها بحذا الكاش كما يعملوا. لا معناها الراي هذا محترم والراي هذا محترم، كان سوارين على ضربه الجزاء ولا ما راناش هو في الاخير باش يتحمل المسؤوليه نتاعو طارق ثابت. لكن نحب نتكلم على الماتش بصفه عامه ومن بعد باش ندخل فيسع اون بريف، من بعد باش ندخل نتعمقوا اكثر. الماتش نتاع الوداد مختلف على ماتش نتاع مازنبي في رادس، هذا رابع ماتش في فتره وجيزه، ماتش مازنبي ثاني ماتش فقط، رابع ماتش راهو التعب بدا يعطي في المفعول نتاعو، مازلنا ما نحكيوش عاد اذا كانت درجه تعدات للفينال. نعطيه حق معطى اخر انه الترجي ديال تونس ستة ملاعبيه منه لعبوا معظم الوقت، نحكيوا على مريح، نحكيوا على توغاي، نحكيوا على تقا، نحكيوا على بوغره، نحكيوا على غشة، هذوم كلهم لعبوا تقريبا الاربع مباريات ستة ولا سبعة من مجموعة، وهذوم الملاعبيه اللي حكيت عليهم مش يكونوا متواجدين غدوة، وهما مفتاح المقابله، مفتاح الترجي، مفتاح الماتش، خاصة تقاو اللي شفناه معناتها تعب كومبليتمون نهار لحد. ما وناس لازم تفهمنا اش قاعدين نحكيو وتحط روحها في بقعة المدرب كيفاش يفكر. هذا يلزني الكلام اخر انه الكلام اللي قلته انا توا يحتم على طارق ثابت طريقة معينة من اللعب، خاطر نسمع انا في عبيد قبيله هكا في الراديو ونسمع في كذا نهدوا عليهم من الاول والضغط العالي الضغط العالي الضغط العالي ونماركي ودرشتوا. يا اخي راهو فما حاله بدنيه تحكم على المدرب طريقه تصرف معينه من بعد مع الخمسه التغييرات اللي على الحكايه معاها نادر. واحد اثنين لازم تقرا حسابك انا زيرو راهو سكوربياش، اذا كان الوداد نحكيو عليها من بعد سجل لك هدف في رادس راك يلزمك تسجل ثلاثه، وبالتالي اهم نقطة اساسية بالنسبة لطارق ثابت عدم قبول اهداف ليكيليبر ابار ليكيليبر زروق ابار انا نبونتو نجم ماركي في 90 في 80 في 70 دقيقة نجم ماركي ونمشي لبينانتي، اهم نقطة اساسية عدم قبول اهداف وهي كلمة السر او المفتاح الى النهائي. راهو الترجي اذا كان باش يدخل بطريقة اللي شفتها مع مازنبي بطريقة قوية ونضغط عليهم وكذا راهو مختلفة الوداد على مازنبيتو ونحكيهم بعد على نقاط قوة الوداد. دونك طارق ثابت يلزمو خطة فيها برشا كونسنتراسيون على مستوى الدفاعي، مؤكد أنه الترجي هذا مؤكد أنه الترجي الرياضي التونسي إذا كان ما يقبلش أهداف باش يسجل على الأقل هدف، فهنا طارق يلزم يرد انا حسب رايي انا التركيز الكلي على مستوى الدفاعي. قول انت الهدف هو من تحصيل الحاصل، تبقى وقت باش تسجل في العشر دقائق في نص ساعه في الميتون في الحالات الكل انت تعتبر انه ترجي باش يسجل قادر، لكن الاهم هو انه الى سور التالي على خاطر الهدف بكارثه. راهو هدف الوداد شيء تسمى انسحاب الترجي، وبالتالي النقطه الاساسيه هي عدم قبول اهداف. سعاد الباقي الوداد عنده ثلاث سنين ما عملش ماتش بلانتيات. اي مثلا هاي ولا الحارس هذا يتبع عنده حارس لحقا ثم حراس يتبعوا الكوره يعني سمير تحب تقول ما عنده معليش باش تريني الوداد عميد الاخرين ماتش بلانتيات تاع الوداد دونك مش لازم يعملوا تمارين اللاعبين هذوما الموجودين في الوداد توا اعطيني فيديو فيهم واحد شات بلانتي ما تنجمش تعمل فيزيوناج هكا هذاك يحب يقنعنا انه مش لازم تعمل بلانتي هكا رايه لا ترى النادي قال فيزيوناج اعطيني توا العميل الاخرين الوداد اعطيني جبران جات بلانتي شكون اللي نفذ بالجزاء فيه اللي في وسط الماتشات العاديين مش كذا وينهم ما مشاتوش لا في البطوله لا في الماتشات العاديين ما عندش بلانتيات عندها واحده ضاعت
بي سمير اقتنعنا اقتنعنا ان تعرف شو النصيحة اللي نعطيها ولا اللي يوزع الكورة ما طلع حتى حد عليه خذا راحته وهز الكورة انفلوب هي كيما حب هو كانت بوشنيبة وتقى جاء واحد تعدى في ظهر بو سفيان اللي شاد الكورة بوشنيبة مشاله المفروض تقاول يطلع المشكل في اللي سدد الكورة بكل راحة أما معز تعديه قدامه اثنين وزادت عملت ربان كان نحاها اكسبلوا تاع 115 المباراة ما نحاهاش ما عليهش مليح باش يكون واضحين دونك الترجي محظوظ مميش أو معز بن شريفية ما ثماش أشكال على مستوى الأربعة اثنين ثلاثة واحد تتماشى مع إمكانيات الملاعبية اللي موجودين هذوما يبقى العنصر البدني اللي تكلمنا عليه خاصة ملاعبيت لكلوار هنا نتكلموا على غشة ونتكلموا على بوغرة اللي مش يكون عندهم دور أساسي ومهم مع بن علي على اليمين ومع بن حميدة على اليسار كيفاش الحالة البدنية اللي مش يكونوا عليها الملاعبية هذوما ونضيف لهم بيانسيور لاعب آخر اللي هو سيف تقاء إذا كان الخماسي هذايا يكون بدنيا جاهز وحاضر على الأقل باش يعطيك 260 دقيقة في مستوى كبير على المستوى الهجومي والدفاعي والتحضير وكذا والكونسنتراسيون الترجي لا خوف عليه لكن هل خماسي هذايا بتتالي المباريات علاش قبيل حكيت على الخطة التكتيكية متاع طارق ثابت اللي هي مهمة هو يعرف الملاعبية متاعه والفريشور متاعهم ومدى الجاهزية الذهنية والبدنية هو اللي يعرف هذا الكل أنا ما نعرفش لكن أنا نتكلم بمنطق المباريات المتالية بالصفر بالضغط كل شيء هذا ربما يدز طارق ثابت لطريقة نوعا ما فيها من التوازن على عكس مباراة مازامبي اللي الترجي طلع الفوق وطلع في الريتم وضغط برشا هذا يكلف مجهود بدني كبير ياسر الاسبيرانس اسكو حاضر ولا لا وبالتالي الخماسي هذا خماسي أساسي نضيف إلى ذلك تنحكيه أكثر على فريق الوداد فريق خطير جدا وأخطر راهو أنا نعرف إيش نقول أخطر راهو من ماتش المغرب قا فريق دفاعي بامتياز جاهز يستنى فيك وحاضر اللي غدوة مش يلقى فريق مش يحاول علاش قبيلة قلت توازن وردوا بالكم من الدفاع مش يلقى فريق مقدم للهجوم والفريق هذا مش يلقى ديز إسباس اللي ملقاهمش اللي ملقاهمش وهذا فريق متميز جدا على مستوى اللعب في المساحات خلف خطوط الوسط والدفاع وهنا خدمة طارق ثابت على مستوى التغطية والتحضير نشاط سمير فريق أصعب لما يلعب خارج المغرب بصراحة لأنه يعرف كذلك يمسك الكرة عنده ثلاثي وسط ميدان جبران وزكريا الدراوي اللي كان في بالوزداد ومعهم أحناش ثلاثة هذوما ثلاثة لاعبين مهاريين جبران تمركز ديجا هو اللي بصراحة أنا المدرب منعرفوش لكن كي شفت عملود ظهير الايمن يلعب كلاعب وسط ميدان ويتبلاس في بعض الاحيان حتى مع المهاجم وجبران يغطي عليه هذه كان عملها جوارديولا ولا انشيلوت نقولوا ملا علامه نتاع كوره بصراحه عنده تنشيط هجومي وفكر في التنشيط الهجومي تحرك الملاعبيه حاجه خارقه للعاده مدرسه هولنديه عندنا شكون في تونس في تونس يا حساب الوداد تلعب 3 5 2 باثنين مهاجمين عملود مهاجم هو اللي عنده الظهير ايمن كي ترجع الكرة ايش هذه الدروار قبلوه في الكاف برو فهمت نحكي لك لا هكا على المداعبة ونجم لاعب رواق لاعب سريع يحب مساحات سمير حكى انه لما الترجي مش يضغط حذاري من محاصرة هجومية مرياح توغاي واللي على المجيء وابن حميدة ولا بن علي انه لما يفتك الوداد الكرة يزمك حلين يا اما مش تعمل له ضغط مضاد كنت بريسينج تحاول تضغط عليه وين يفتك لك الكرة باش ما تخليهش يخرجها دو تروا كات سكوند اذا كان عملت 3-4 تمريرات ترجع من المستحسن لانه اذا كان اعطى الكرة شو اسمه الأنجم ولا ابو سفيان مش يكون فيها خطر مع البحري كذلك مهاجم محطه يعرف يستحفظ بالكرة دونك هذاك علاش سمير مقبيله وهيك صعوبه الماتش تقعد ديما شفت هيك الفكره نتاع تسجل وانك ما تقبلش هذيك الخبرة هذيك عايش ملاعبيتك يزم يعرفوا في الوضعيات هذومك فيش يتصرفوا بعد احيان انت تستقبل في بلادك وتقول شبيه منيش ضاغط انا شبيه اللعبة مش عندي وهي اللعبة 50-50
اي وهذا يعني. وهذا ما صار زاد في مباراه مازيمبي وقت اللي سجل الترجي شفنا كل 20 دقيقه الاولى نتاع الشوط الثاني كان ينجم يسجل مازيمبي في عديد من المرات ومميش واحد بليش واحد بليش وهو من المنتظر انه غدوه الترجي ثم فترات باش يتعدى به ثم فترات باش يطيح راهي الوداد باش تجيب فرص راهي باش تخلق فرص راهي باش توصل للكاج راهي معناها هذا الكل مرتقب ومنتظر. نختم معاك سمير شنو عندك نطول في كلمتين رودريجو خاطر الاسبيرونس في الالي طيحت البلوك نتاعها خلات لي دوز اكسيو ومع جبران ليبر وسكرت لي كولوار مفهومه الخطه ومنطقيه باش تغير المعطيات في رادس لي دوز اكسيو لازم رودريجو عليهم باش ما يخرجوش الكره مرتاحين خاصه جبران وهنا الخدمه نتاع اساس ما نجمش انا خرج تقا من الميلوتيران باش يمشي لي جبران. جبران كلمه السر الاساسيه على مستوى الرولونس وعلى مستوى اللعب خلف الملاعبيه نتاع الاسبيرانس بريس على جبران سنايعي يلزم جبران عليه ساس ما يخرجش بالكوره كي تحرم انت جبران من الكوره شكون احرمت؟ احرمت اوناجم وحلمت عملوت على المستوى اليمين حرمتهم الكوره لانه المنبع نتاع الكوره سورس نتاع الكوره هو جبران. دونك كلمه السر عند ساس ما ينجمش تقا نجيبش قا يخرج من الغادي باش يمشي جبران خاطر يرجع جبران. دونك انا اذا كان الزوز هذوما الزوز البرازيليين نتاع الاسبيرونس خدمه نتاعهم مع غشه ومع بوغره هنا مش يقعدوا في الان كونترا ما توصلش الكره على اليمين وعلى اليسار خاطر الاسبيرونس نتصور انه باش تلعب عالي شويه باش تحرم الوداد من هنا ماهوش ضغط كبير رواه حكايه نتاع بلاسمون غو بلاسمون بلاسمون غو بلاسمون نتاع ذكاء ونتاع تمركز فوق الملعب.